السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نشوفو دابا بالنسبة للترانسفورماسيون سيكليك. اوكي، ترانسفورماسيون سيكليك هو كيكون عبارة عن سيكل، اوكي، يعني حالة ديال السيكل. بحال مثلا عندنا ليطا أ وليطا بي، من ليطا أ ليطا بي داز عبر يعني عن طريق هاد لو شومان، من بعد عاوتاني ملي بغا يرجع للإيطا إنيسيال داز في هاد لو شومان. اوكي، وعطانا عبارة عن سيكل. تري بيان، عطانا ان سيكل. دابا الا بغينا نحسبو حنا يعني لو طرافاي ديال يعني هاد السيكل كله، بغينا نحسبو يعني لو طرافاي ديال هاد السيكل كلها، كيفاش غادي نديرو؟ دونك بكل بساطة يعني عندنا دوبلفي ديال من ا يعني حتى ل ا، اش غيساوي؟ غيساوي هاد لو طرافاي، طرافاي الاولاني، يعني لو طرافاي تاع من ا حتى ل بي بلس لو طرافاي من بي حتى ل ا. دونك هادشي اللي غادي نكتبو هنايا، يعني غيكون عندنا لو طرافاي ديال من ا فيغ بي بلس لو طرافاي ديال من بي ل ا. اوكي، تري بيان. دونك هذا هو الريبونس ديالنا. لكن الا بغينا نعرفو يعني المعنى ديال لو طرافاي انطلاقا في هاد لاكورب، يعني فينا هي فينا هو داك لو طرافاي ا في لاكورب ديالنا، كما كنت قلت لكم سابقا، يعني راه لو طرافاي شنو هو في لاكورب ديال لا بريسيون ان فونكسيون لو فوليوم، ان فونكسيون دو فوليوم. اش يعطينا؟ يعني هو لير لير سو لا كورب، يعني لير اللي كاين تحت لا كورب. دونك غادي يعطينا هنايا، اوكي، هذا بالنسبه لدوبل في ديال من بي حتى ل ا، وبالنسبه لدوبل في من ا حتى لبي، يعني من تحت لهنايا، فهمتي؟ يعني تحت هاد لاكورب كلها. واضح؟ هادي كلها كتعتبر نرسموها بحال هكا. واضح؟ تري بيان، تري بيان. واحد الفكرة كنت قلتها لكم سابقا، اللي هي شنو هو لو سين ديال لو طرافاي. ملي كيكون عندنا كينطلق من ا حتى ل بي فهاد لو سونس، بمعنى اخر يعني ملي كيكون عندنا لا كومبريسيون، باش نعاود ندير معكم الرابي، ملي كيكون عندنا لا كومبريسيون، كتبوا الرابي لهنايا لتحت سريع. ملي كيكون عندنا قلنا لا كومبريسيون يعني الضغط، انضغاط، كيفاش كيكون لو طرافاي؟ يعني واش حنا كنعطيو لو طرافاي للسيستيم ديالنا ولا كناخدوه منه؟ يعني لو سيستيم كيستقبل لو طرافاي. اوكي، يعني غادي يكون عندنا دلتا دبل في بوزيتيف. علاش؟ حيت قلنا لو سيستيم هو اللي كيستقبل، هو اللي كيستقبل لو طرافاي. في الحاله ملي كيكون عندنا ديتونت يعني التمدد، يعني لو سيستيم هو اللي كيطلق، هو اللي كيطلق لو طرافاي، كيعطينا الانرجي ديال طرافاي. دونك غيكون انفيريور ا زيرو. بين هاد الفكرة ياك. الفوليوم اشنو كيعطينا هنا؟ الفوليوم اللي كيكون كومبريسيون، يعني دي دو في كتكون صغر من صفر. اوكي، يعني فينال ناقص الفوليوم فينال ناقص الفوليوم انيسيال كيكون صغر من صفر. هنا العكس، كيكون عندنا دي دو في كبير،
اوكي حيت الفينال ديالو فوليوم فينال ناقص الفوليوم انيسيال كيكون سوبيريور ا زيرو. غنحاولوا هذا الرابيل غنحاولوا نخدموا به في هذه الحاله. دونك عندنا دبليو في من ا لبي من ا لبي. دونك نحاولوا نخدموا بهذه القاعده. دونك نحاولوا نخدموا بهذا الرابيل ديالنا. كاين عندنا هنا دبليو في من ا لبي شنو هو لو سين ديالو، واش كبر من صفر ولا صغر من صفر، باش غادي نعرفوها. كنشوفوا هذا لو سونس، داكشي هذا لو سونس ضروري ما خص تكون يكون عندك. اوكي الا ما كانش لو سونس يعني هذا الشيء ما عندوش معنى، هذا السيكل ما عندوش معنى. لو سونس ضروري. دونك من ا لبي كنلاحظوا ان الفوليوم غادي وكيتزاد. اوكي يعني الفوليوم غادي وكيكبر، يعني هاد فوليوم فينال موان فوليوم انيسيال غيعطي لينا بوزيتيف. معنى اخر عاوتاني اش كيعني الفوليوم الا ولا كبر؟ يعني كاين عندنا ديتونت يعني تمدد، بالتالي تمدد كيعني ان لو طرافاي خرج من السيستيم، يعني غيكون صغر من صفر، يعني هذا نيجاتيف. بالنسبه الى كان دبليو في من بي الا الى قارنا مع صفر كنلاحظوا ان الفوليوم غادي وكيصغر كيرجع، يعني طرا ليه كومبريسيون. دونك حنا عطينا يعني لا بريسيون للسيستيم ديالنا، دونك غيكون بوزيتيف. دونك الى جمعنا هذا مع هذا كنلاحظوا بانه غيطرى الفرق بيناتهم، فهمتيني؟ واحد موجب وواحد سالب درت لهم الجمع يعني غادي يعطيوك عطوك لا ديفيرونس اونتر او بيناتهم. دونك الى شدينا هذا الفوليوم الكبير ونقصنا منه هذا الفوليوم الصغير كيبقى لينا هاد لاغ انتيريور ا لا كور. اوكي كيبقى لينا هنا، وهذا هو دبليو في ا صافي، هذا هو دبليو في ا. دونك كتبقى لينا واحد المساله خصنا نعرفوها، شنو هو لو سين ديالو، يعني واش غيكون السين ديالو بوزيتيف ولا السين نيجاتيف. لو سين في هذه الحاله غادي يكون عندنا نيجاتيف، علاش؟ حيت عندنا هذا لي بوزيتيف صغير وهذا لي نيجاتيف هو لي كبير، كما كتلاحظوا انطلاقا من هنا. شوف من ال بي عندنا هو هذا، وعندنا هذا الكبير، هذا الفوليوم الكبير هو لي كيتسمى رقم سالب صغر من صفر، وهذا من بي ل ا هو لي بوزيتيف. دونك جمعتي واحد نيجاتيف كبير مع بوزيتيف صغير غيعطيك نيجاتيف، غيبقى شاد لك هنا نيجاتيف، يعني في هذه الحاله غادي يخرج لينا لو سين نيجاتيف، اللي كيعني انه كاين عندنا موتور، يعني هاد السيكل ديال موتور كيتسمى سيكل موتور صافي، يعني كيعطينا انرجي، كيفقدها كيعطينا انرجي السيستيم، السيستيم كيعطينا انرجي، دونك سي تان موتور. في الحاله مثلا قلبنا لو سونس هنا، دابا عندنا لو سونس غادي في الاتجاه، في الحاله درنا هذا لو سونس العكسي يعني شنو نلاحظوا؟ نلاحظوا هنا غيكون هو كومبريسيون، يعني كومبريسيون غتكون هي لي بوزيتيف، ومن هنا لهنا غيكون يعني ديتونت، ديتونت غتكون هي لي نيجاتيف. يعني الا اختارينا هذه المره هذا لو سونس الاخر غيخرج لينا لو سين ديال ا بوزيتيف، بمعنى سي تان سيكل ريسيبتور، كيتسمى يعني سيكل ريسيبتور. واضح هنا؟ هادو مفاهيم مهمين ما تكونوا عارفينهم. دونك انطلاقا من هذا الشرح اللي درنا هنايا خرجنا واحد القاعدة عامة، خرجنا واحد القاعدة عامة، يعني إلا كان عندنا لو سونس ديال السيكل ديالنا غادي في هذا الاتجاه كيعطينا بوزيتيف، مفهوم؟ الا كان عندنا في هذا لو سونس كيعطينا نيجاتيف اللي هي موتور، مفهوم هنا؟ دونك من هنا لهنا كيعطينا بوزيتيف، وهذا كيعطينا نيجاتيف.
دونك فقط هذا خاص الترانسفورماسيون سيكليك. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا فيه. كان عندكم شي اسئله ولا شي اقتراحات يمكن لكم تخلوها ليا في الكومونتير. كنتي اول مره كتبعني في لاشين، ما تنساش تضغط على الاشتراك، دعم المقطع بلايك، ونشوفكم في الفيديو المقبل بحول الله.